بسم الله الرحمن الرحيم. فريق جوال الخير يقدم لكم هذه المادة. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. يا أخوتي في الله، أعرف أن فيه من الشباب من كان تشجع البخاري والمسيح، والله ما أنفعكم بشيء. يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد من أحد والذي ينفع الجميع. بدلوا عشرة بن سعيد بتسجيلات إسلامية. إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا. من منا لا يعرف هذا الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم فهد بن سعيد بن عبد الله السعيد، الملقب والتعرفون الاسم بوحيد الجزيرة أيام الغفلة، والآن إن شاء الله وحيد الإسلام إن شاء الله. العمر يتجاوز 40، ما ودي اني احد احلل، لكن الشيطان لازم بالصدق. نعم، انه فهد بن سعيد، الفنان الشعبي الشهير الذي يعرفه الصغير والكبير. فهد الذي خاف المصير وهجر الفن الحقير حتى لقي الله وهو فقير. حياه فهد بن سعيد طويله، لكني ايها الاحبه ساعيش واياكم بمشيئه الله تعالى 6 مشاهد من حياة هذا الرجل، كلها مليئة بالأسرار والعبر. المشهد الأول، ابن سعيد الفنان. في هذا المشهد أعرض لكم صورة سريعة لابن سعيد الفنان، لا أعرضها والله لتمجيد الفن المحرم ولا لتزيين الغناء الباطل، بل أعرضها ليدرك الشباب وأهل الفن أن هذا الرجل كان يقف على قمة الشهرة والنجومية، ثم رمى بها وراء ظهره خوفاً من الله تعالى. بدأ فهد بن سعيد حياة الفن في بداية الثمانينات الهجرية، دخل عالم الاسطوانات، ثم دخل استوديوهات الإذاعة في التسعينات وسجل للإذاعة والتلفاز عدداً من الأغاني. سافر فهد لتسجيل أغانيه خارج المملكة. مضت الأيام حتى تحول فهد بن سعيد إلى أحد أكبر رموز الفن الشعبي في المملكة وفي الخليج. صدر لهذا الرجل أكثر من 400 شريط غنائي، جعلته الفنان الشعبي الأول في المملكة، وبلغ إيراد أحد إصداراته الغنائية 1,000,000 ريال، وانهالت عليه الألقاب أبو خالد، فتى الوادي، وحيد الجزيرة، أسطورة الفن الشعبي. وبسبب براعته في العزف كان يلقب بملك العود. هكذا كانت حياته في الغناء. فهل كان سعيداً؟ يا فهد، هل كنت سعيدا؟ والله كانت حياتي شقة تعاسة، لا هي حياتي سعادة أبدا. مطارد وراها المخدرات وإشباع رغبة النفس، مطارد وراها الشياطين، شياطين الأنس ومعهم، ومنين ما راحوا. هذا هو بن سعيد الفنان، فكيف تاب ومتى أناب؟ دعونا ننتقل إلى المشهد الثاني من حياة هذا الرجل ابن سعيد والميلاد الجديد. بعد سنوات من الضياع يقبض على فهد بن سعيد في إحدى القضايا، فيقضي عقوبة السجن في إصلاحية الحائر بالرياض لمدة 4 سنوات. في أحد الأيام من عام 1408 هجرية، كان أحد الدعاة وهو الشيخ عبد المحسن المحمود وفقه الله يدخل إصلاحية الحائر. دخل الشيخ الإصلاحية، ثم دخل العنبر الذي يقضي فيه فهد بن سعيد العقوبة. عندما علم الذين في السجن أن الشيخ يريد مقابلة ابن سعيد، نصحوه بعدم مقابلته. يا شيخ، ابن سعيد لا يمكن أن يتوب، لو تاب السجن كلهم ما تاب فهد بن سعيد، أنت ما تعرف فهد بن سعيد.
لكن الشيخ أصر على مقابلة ابن سعيد ودعوته إلى الحق. دخل الشيخ وأخذ يذكر ابن سعيد بالله، وسبحان الله بدأ قلب فهد بن سعيد الميت ينتفض ويحيا ويتذكر ويخشى. وفي لحظة ندم وتقرب إلى الله اتخذ فهد بن سعيد القرار الشجاع ورمى بالشهرة والجماهيرية وراء ظهره وتاب إلى ربه. بداية الهداية الفضل يعود لله، ثم بالتوجيهات الإخوة الدعاة جزاهم الله عنا الخير. فزارني أحد الإخوة جزاه الله عني الخير وهو عبد المحسن بن عمر المحمود، فذكرني من أكون وماذا خرجت، وجاب لي بعض التثيبات، ووجدت نفسي بأني أسير بين يدي لم أدري أي شيء. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والرجوع إلى الله. ما أجمل لحظات التوبة، ما ألذ الرجوع إلى الله من رجل غارق في وحل الفن موغل في مستنقع الرذيلة. لقد علم فهد الذي طالما تعلقت به قلوب الشباب وصد الناس بالغناء عن رب الأرباب أن له ربا غفورا رحيما يقبل التوب ويغفر الذنب ويعفو عن السيئات ويبدلها حسنات. إنها والله رسالة نبعثها عبر بريد المحبة إلى كل عاص ومذنب يريد الهداية، رسالة أن ينكسر بين يدي الله ويمرغ أنفه على عتبة الذل والعبودية خاشعا باكيا مستغفرا، فوالله ثم والله لا يرده الله الكريم الرؤوف الرحيم. بعد هذا القرار الشجاع مضت الأيام وخرج فهد بن سعيد من السجن واستقبل الحياة الجديدة. وكان من توفيق الله لهذا الرجل أنه التقى بعدد من الدعاة كالشيخ سعد البريك والشيخ صالح الحمودي وفقهم الله. وأذكر أنني في تلك السنة التي تاب فيها فهد بن سعيد صليت العشاء في أحد المساجد، وبعد الصلاة قام أحد الإخوة وألقى كلمة في المسجد ثم أعلن المفاجأة، قال معنا في هذا المسجد الفنان التائب فهد بن سعيد. تعجب الناس، قام فهد وكأني أراه أمامي وتكلم بكلمات يسيرة ذكر فيها توبته، ثم دعا الشباب إلى الرجوع إلى الله والتوبة إليه. المشهد الثالث من حياة فهد بن سعيد، ابن سعيد والمعاناة. بعد الهداية بدأ فهد رحلة البحث عن العمل. لم يكن لدى الرجل شهادات أو مؤهلات علمية، عمل في أول أمره في إحدى التسجيلات الإسلامية في الرياض، ثم سعى معه أهل الخير فزوجوه، وأذكر أنه سكن في نفس الحي الذي كنا نسكن فيه في الرياض. لازلت والله والأحبة أتذكر ذلك الرجل صاحب الابتسامة الدائمة، كنا نصلي سويا في نفس المسجد، ويأتي إلينا في المسجد من أهل الخير والصلاح من يقف مع فهد ويسأل عن أحواله. مضت الأيام ولم يكتب الله التوفيق بينه وبين زوجته فحصل الطلاق، ثم انتقل إلى القصيم حيث تزوج بزوجته الأخيرة. وهناك في القصيم بحث فهد عن وظيفة فلم يجد سوى وظيفة حارس مدرسة، كانت الوظيفة لا يتجاوز راتبها 1500 ريال. ومع هذا رضي فهد بهذه الوظيفة المتواضعة وسكن هو وزوجته في سكن حارس المدرسة. نعم والله رضي فهد بهذه الوظيفة مع شدة المغريات، ولسان حاله يقول أكون ذنبا في الحق ولا أكون رأسا في الباطل. بعد أيام من الصبر ينعم الله تعالى على فهد الذي تجاوز 50 بولده الأول. تقول زوجته لم تكن الفرحة تغادر محياه عندما ولد عبد الله. لما بلغ عبد الله 5 من عمره بدأ يأخذه معه إلى المسجد حتى في صلاة الفجر. تقول زوجته كان يقول لي أريد أن يعرف طريق الحق من بداية حياته. في القصيم عاش فهد بن سعيد فقيرا وحيدا لا يملك منزلا ولا رصيدا في البنك، كان راتبه المتواضع ينتهي خلال 10 أيام ويتكفل أهل الخير بمساعدته بقية الشهر. ومع هذا فقد كان كما تقول زوجته شديد التوكل على الله، يردد دائما قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنه كنز القناعة والرضا، إنه أيها الأحبة
كنز التوكل على الله والالتجاء إلى الله. يا بن سعيد لست بوحيد، لأن معك الولي الحميد. يا بن سعيد لست بمهين، لأن العزة بالدين والشرف بالصبر واليقين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أغناكم دولة وإن خلتموني وحيدا سليبا. ولننتقل أيها الأحبة إلى المشهد الرابع من حياة فهد بن سعيد، ابن سعيد والابتلاء. لم تكن توبة هذا الرجل وثباته بالأمر السهل، فقد توالت عليه الابتلاءات. قالوا له: كيف يا وحيد الجزيرة تترك جمهورك؟ أين يذهب هذا الصوت الجميل؟ يا فهد، تريد أن تكون مثل القارئ فلان؟ أنت لا تصلح للاستقامة. بل خاطبه بعض السفهاء علنا في الصحف وقال: كيف تضيع نفسك وجمهورك؟ كل الناس يحبونك ويشترون أشرطتك. ومع هذا فقد كان فهد جبلا شامخا أمام كل هذه المغريات. ثم كان الامتحان الأكبر. تقول زوجته: في أحد الأيام حضر إلى منزلنا رجلان من إحدى الشركات الغنائية، وعرض على فهد شيك بمبلغ يفوق 1,000,000 ريال عدا السكن والسيارة، في مقابل أن يوقع عقد حقوق فنية ويعود للغناء. تقول زوجته: كانت حالتنا المادية سيئة جدا، لكن فهد رد عليهم بقوله: ما عند الله خير وأبقى. في اليوم التالي عاد الرجلان وقدم العرض بصورة موسعة ومغريات أكثر، إلا أنه أعاد لهم الكلمة التي قالها بالأمس: ما عند الله خير وأبقى. وكان يقول: لو أعطيت أموال قارون ما عدت إلى الغناء. ويستمر مسلسل الابتلاء والمغريات، فيتلقى فهد عرضا بمبلغ 100,000 ريال في مقابل إحياء ليلة واحدة فقط بالغناء. ثم يتلقى عرضا آخر، قالوا له: لا نريد أن تغني يا فهد، أنت لا تريد الغناء، نريد منك أن تعود ملحنا فقط، ملحن براتب شهري يتجاوز 15,000 ريال إضافة إلى سكن وسيارة. ومع هذا فثبته الله الذي يثبت الذين آمنوا. عندما كنا في القصيم يحدثني أحد الفضلاء المقربين لفهد بن سعيد، يقول: والله عرضنا عليه في آخر أيامه أن ينشد بعض القصائد المباحة في بعض التسجيلات الإسلامية، فرفض فهد بشدة وقال: أبدا لا أعود أبدا سدا لهذا الباب. الله أكبر. إنها أيها الأحبة صورة مشرقة، صورة عظيمة، ودرس هام في الثبات، الثبات أيها الأحبة، والصبر على الابتلاء والمغريات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخي الكريم، ليست القضية أن تعرف الحق، وليست القضية أن تسلك طريق الحق، القضية يا أخي أن تثبت على قمة الجبل أمام الأعاصير، أن تصبر، تضحي في سبيل الله كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بأموالهم وأنفسهم، وهاجروا من ديارهم ابتغاء وجه ربهم. فكن أخي مؤمنا، وكن صادقا ثابتا على الطريق ولو قل الرفيق، يؤثر في الآخرين ولا يتأثر، يغير ولا يتغير. والله لو مادت الجبال وتزعزعت لم يتنازل المؤمن عن شيء من دينه. دعونا ننتقل إلى المشهد الخامس من حياة فهد بن سعيد. ابن سعيد سعيد. بعد التوبة أصبح لابن سعيد حظ من اسمه السعيد. بدأ فهد بالمشاركة في الدعوة إلى الله عن طريق بعض المحاضرات واللقاءات. تقول زوجته: حضر لمنزلنا بعض الشباب الصالحين وقالوا: يا فهد، لقد عدنا إلى الله وكان لتوبتك أثر علينا. وكان من آخر مشاركاته الدعوية مشاركته في موسم الحج في مخيم القصيم الدعوي. كان فهد إذا تذكر زملائه الفنانين دعا لهم بقلب صادق مشفق بالهداية والرجوع إلى الله. كان محبوبا من الجميع في القصيم، أبيض القلب، لا يحمل الحقد ولا الحسد، رحيما عطوفا، يحب مساعدة المحتاجين. وكان في أيامه الأخيرة رغم فقره الشديد يدفع بعض ما يصله من أهل الخير إلى بعض الفقراء. حتى طلاب المدرسة الصغار شهدوا لفهد على أخلاقه وطيبته
وحبه للخير. هذا أحد الطلاب يقول: في يوم من الأيام خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء فرأيت رجلا يقدم العشاء لعامل المسجد. يقول: لما دنوت من الرجل اكتشفت أنه فراش المدرسة فهد ابن سعيد يطعم ذلك العامل. وطالب آخر في نفس المدرسة يقول: كنا في الفسحة كان هناك خبز متناثر، يعني بعد الطلاب بعد أن يتناولوا الطعام والسندوتشات. يقول: لما مر به فهد ورأى الخبز المتناثر على الأرض نظر إلى الخبز بعين الحزن. يقول: والله بدأ يرفع الخبز يلتقطه بيديه ويقول بنبرة حزن، يقول: هذا شكر النعمة، هذا شكر النعمة. هكذا كان فهد بعد هدايته. كان فهد كما ينقل أهل القصيم وزملائه في المدرسة يبكر إلى الصف الأول في صلاة الظهر في المدرسة، ويبكر في الذهاب إلى صلاة الجماعة. نعم والله أيها الأحبة الكرام، لقد وجد فهد بن سعيد بعد سنوات من الضياع، وجد فهد بن سعيد السعادة والحياة الحقيقية. أين وجدها؟ والله في الإيمان والعمل الصالح. يا أخوتي في الله، والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. أنا كنت سابقا أبو خالد وشهرة وقجطقة، وين موقف الزاحم ولا الناس عند الخالد، لكن هذه ما لها سعادة يا جماعة الخير، سعادتها ثواني دقائق كلها باح البيت وانتهى. دعونا ننتقل أيها الأحبة إلى المشهد الأخير من حياة هذا الرجل ابن سعيد الفقيد. كان فهد كما تقول زوجته يذهب بسيارته مبكرا إلى صلاة الجمعة. من عادته أنه يأخذ معه ولده عبد الله، ويأخذ معه أيضا إلى صلاة الجمعة جارا لهم كبيرا في السن تجاوز 80 من عمره، ثم يرجع بعد الصلاة بهذا الرجل المسن ليتناول معه الغداء. في يوم الجمعة الأول من شهر ربيع الأول عام 1424 هجرية ذهب فهد بن سعيد كعادته مبكرا إلى صلاة الجمعة، وكان في ذلك اليوم يشعر بألم في قلبه. بينما هو في المسجد سقط على الأرض، حمله أحد المصلين وعاد به إلى البيت. في اليوم التالي اللي هو يوم السبت اشتد على فهد المرض. تقول زوجته: كان يطلب مني أن أقرأ عليه بعض آيات القرآن. ثم كانت ليلة الأحد فلم ينم فهد في تلك الليلة. في صباح يوم الأحد أفطر فهد على حبتين من التمر، ثم قال بكلمات حزينة يقولها لزوجته المسكينة، قال لها: أحس بأني سأغادر إلى الآخر. صلى الفجر تقول زوجته: وانشغل عنا بالذكر والصلاة، لم يعد يتحدث معي، وكان يذكر الله ويسبح ويهلل إلى ما قبل صلاة الظهر. ثم دنت ساعة الرحيل، ها هو فهد قبل وقت صلاة الظهر يقوم ليتوضأ فيتعرض لأزمة قلبية. يسقط فهد عند باب دورة المياه أمام زوجته المسكينة، تفجع المسكينة بالموقف، تتصل بالهلال الأحمر لينقل فهد عبر الإسعاف إلى طوارئ مستشفى الملك فهد في بريدة. وفي داخل سيارة الإسعاف كانت اللحظات المحزنة. تقول زوجته: كان فهد يرفع صوته بالتسبيح وطلب الثبات والاستغفار مما جعلني أنهار، ولم أتمالك نفسي إلا بالبكاء. وقبل وصول الإسعاف إلى المستشفى نزل القضاء، ففاضت روحه إلى السماء ولفظ فهد أنفاسه الأخيرة. نعم لقد رحل الرجل، رحل البطل، رحل صاحب القرار الشجاع، رحل فهد بن سعيد الذي رفض الملايين ورضي عيشة المساكين، رحل الذي باع الدنيا بالآخرة ورضي بالزهد دون الشهرة، رحل وترك الناس يبكون عليه بالقصيم. في المستشفى يزدحم المئات من الأشخاص الذين سمعوا بخبر الوفاة. ينقل هذه الصورة مسؤول ثلاجة الموتى في المستشفى، يقول: دخل الشباب إلى ثلاجة الموتى ليلقوا على فهد النظرة الأخيرة، والدموع تملأ أعينهم، وبدأوا يقبلون رأسه ويدعون له بالرحمة والمغفرة. ويقول رئيس فني الأشعة في المستشفى: دخلت الغرفة على فهد لأودعه الوداع الأخير، فإذا بالابتسامة تعلو شفتيه، وإذا البياض يكسو وجهه، مع أني أعلم أن فهد كان أسمر البشرة. يقول: والله لما رأيته بكيت،
بكيت لما رأيت من حسن خاتمته. نسأل الله حسن الخاتمة. ويعود وكيل المدرسة إلى منزل فهد بن سعيد، وإذا بالمشهد المؤلم، يطرق وكيل المدرسة الباب فيخرج له أبناء فهد، فيقول له ولده الصغير: أكيد أبوي مات. يبدأ الأستاذ بتهدئتهم، فتنطق البنت الصغيرة بكل براءة وتقول للأستاذ: أبوي مات، من يمشينا بالسيارة؟ وبعد ذلك كانت مشاهد الصلاة والدفن. نقل جثمان فهد بن سعيد إلى جامع الخليج في بريدة، وشهد الجامع في ذلك اليوم ازدحاما كبيرا، امتلأت الشوارع المحيطة بالمسجد، افترشت جموع الناس الاسفلت الملتهب، التحفت أشعة الشمس المحرقة، الآلاف من الناس لم يستطيعوا الصلاة عليه في الجامع نظرا لضيق المكان، ولم يصلوا عليه إلا في المقبرة. بعد الصلاة حملت الجنازة إلى المقبرة على الأقدام، ومع شدة الزحام لم تصل الجنازة إلى المقبرة إلا بعد ساعة إلا ربع. تسلق بعض الناس سور المقبرة ليشهدوا الدفن ويسمع البكاء والنشيج في المقبرة تأثرا بهذا المشهد. وضع فهد بن سعيد في قبره وأهيل عليه التراب لتكون خاتمته أعجب من حياته، وكانت في حياتك لعظات فصرت اليوم أوعظ منك حيا. موقفان متشابهان أيها الأحبة. الموقف الأول كان في عام 1395 هجرية، عندما أقام هذا الرجل فهد بن سعيد حفلا غنائيا في بريدة، وكان الحضور كبيرا حتى قيل إن الناس تسلقوا الأسوار ليحضروا الحفل. أما اليوم في يوم الجنائز فيزدحم الآلاف على جنازة فهد بن سعيد، ويتسلقوا أسوار المقبرة لا ليشاركوا فهد بن سعيد غناءه المحرم، لا والله، بل ليشاركوا في دفنه ويستغفر الله له. وشتان بين الموقفين، دفن فهد بن سعيد ورجع الناس، وإذا بالمشهد المحزن كما ينقل لنا الإخوة، أولاد فهد بن سعيد الأربعة أمام باب المدرسة، أمام باب فراش المدرسة فهد بن سعيد، وبجوارهم سيارة والدهم التي لم تتحرك منذ ظهر السبت. طار الخبر في الآفاق، ونشرت وفاة فهد بن سعيد العديد من مواقع شبكة الإنترنت أعداد هائلة من محبي هذا الفنان. ألقابهم: عاشق فهد بن سعيد، مفتون بوحيد الجزيرة، يا بن سعيد حبك يزيد، متيم أبو خالد، هذا يطلب أغنية كذا، وآخر ينقل سهرة كذا، وآخر يحملها على جهازه. ونقل لهم خبر الوفاة في نفس اليوم الذي نشر فيه خبر الوفاة. يتأثر الشباب بهذا الخبر، وتنتشر التوقيعات والمطالبات من أعضاء المنتدى بحذف أغاني فهد بن سعيد، بل رأيت بعض أعضاء المنتدى من محبي فهد بن سعيد يدعو إخوانه الشباب إلى التوبة من الأغاني اقتداء بهذا الرجل وسيرته العظيمة. رسالة من القلب إلى الشباب، إلى أهل الفن، إلى كل فنان، إلى كل مستمع إلى الفن: أخي في الله أيها المبارك، خذ نصيحة أخ محب لك مشفق، قبل أن تشدو بصوتك أو تتلاعب بأوتار عودك أو تستمع إلى فنانك، اسأل نفسك يا أخي بصدق: هل عملي هذا يرضي الله؟ ماذا لو نزل بي الموت وأنا أغني؟ هل سأقول لا إله إلا الله؟ أخي الكريم، هل أعددت للسؤال جوابا عندما تقف بين يدي الله؟ إذا نصبت الموازين ووضعت الدواوين وطاشت الصحف، هل يوضع الغناء في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ أخي الكريم، والله إني خائف عليك من خاتمة السوء، خائف عليك من أن يصب في أذنيك الرصاص المذاب، فعد أخي إلى ربك يغفر ذنبك ويحسن خاتمتك. أحبتي الكرام، ونحن نودع فهد بن سعيد لا ننسى أن نذكركم بوصيته التي كان ينادي بها قبل وفاته، حيث يقول: يا أخوتي في الله، أعرف أن فيه من الشباب من كان شجع وخالد بن سعيد، والله ما أنفعكم بشيء، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد أحد والذي ينفع الجميع، ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد أحد والذي ينفع الجميع، ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد أحد والذي ينفع الجميع.
بدلوا أشرف بن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم. والله يا فهد لقد وعظتنا حيا وميتا، فنسأل الله تعالى أن يتغمدك بواسع رحمته ويجمعنا بك في بسهيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.